السلام عليكم. الفطور يا مليكة. مليكة. بنت في محل سمع لها صوت، على الله ربنا يكون هداها ان شاء الله. لسه على حلا؟ في ايه؟ لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، ركعتين من أول النهار بيكفوك آخرك، ولا أنت لسه الخمر على لسانك من امبارح والسهر مع الزجالة؟ ادعي لي بالهداية يا شيخ صابر. إنك لا تهدي من أحببت. روح يا ابني شوف شغلك، ربنا هو الهادي وينور قلبك. روح يا ابني روح. الحيوم الحيوم فرت. مالك؟ مليكة. مالها؟ مليكة هربت وهي غولة. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. حد غيرك عرف الخبر الشوم ده؟ اسمع بت، اكفي على الخبر، يلا بينا عند الشيخ يحيى. يا دي المصيبة يا ملعونة يا مليكة. هعمل فيك ايه يا ملعونة؟ ها؟ اقتلها واخلص؟ اقتلها واخلص؟ حمزة. لا يما بلاها حمزة. حمزة ها؟ تعال معانا يلا. Thank you.
العمل جنابك. القافلة على وصول مؤكد، واعطين جواب من النظارة يسألوا فيه عن الميري، لابد من رد. نعمل ايه يعني؟ لابد من فعل قوي جنابك. احنا نعتقل واحد من كبارتهم، ناخد شاب منهم ونبعته على مصر. يعني يا ابراهيم هتقل ولاد بلدي واوديهم للحكومة، اسلم مصريين زي للانجليز؟ ما هو الشاب ده لو ما استلمش في 20 غيره هيروحوا هنا اهوت. الناس دي ما بتفهمش، ما بيفهموش ان احنا بنعمل لمصلحتهم، ما بيفهموش خالص جنابك، ما بيجوش غير بكده. لازم نتصرف. طيب اتصرف انت بقى عشان انا مروح. اتصرف ازاي جنابك؟ اتصرف بقى، اعتقلك واحد اتنين، ان شاء الله تعتقل 100. لا ولا هتصرف ازاي؟ هو انا المأمور؟ هات الحصان. يا عباس ايه يا ابراهيم؟ ياخد سنة ولا ايه؟ شوية وقت بس يا ابراهيم، شوية وقت يا حبيبي. اعمل حسابي معاك. حاضر يا مرزوق، عامل حسابي. سكر وانا مظبوط. لا لا جايبين يا اخي سكر، جايبين بسرعة قبل ما المأمور ما يجي. مش مليكة؟ مين؟ مش مليكة فتكي؟ مش مليكة؟ هساعدك ازاي؟ هنساكي انا كتبت معايا هدية ليكي. انا عملته مين اوي انت نصرانة مليكة. شكرا. ساعدي ازاي؟ مفيش اكسي كانت شخشة مش فاهم. انا شخص كانت شخشة مش فاهم. كان في ال انا عاوز امشي. طب ايدي thank you.
بيتي. ولا شمع مالك مالك بيتي لا تلفت ما تخافيش بيتي لا تلفت بيتي شغلتي ده بيتي ما تخافيش بيتي 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 كفاك اغفر لك لا 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 بيتي مش كده همشي الولاد دول جنابك؟ بيقولوا ايه؟ همشيهم لجنابك؟ بقول لك بيقولوا ايه يا ابني؟ بيقولوا طمسة جنابك بس ما نعرفش طمسة دي يعني ايه؟ لا عامل فيك ايه؟ ما فيش حاجة انت مين؟ اوعي اقف تعالوني سيبني يا حاج مين اللي بعتك؟ ما فيش صابر اللي بعتك؟ قال لك تبتدي بيها؟ ما فيش حاجة هو اللي بعتك تبتدي بيها؟ عملت فيك ايه؟ ولا حاجة طب امشي امشي خدوها اقتلني امشي مش عاوز اقتلك خريعة اقتلني مرزوق اقتلني اعتقني مرزوق خلي اقتلني وديها البيت خلع لا امشي ولا اعتقني ولا اعتقني البت اللي جت هنا قبل كده عملت فيك ايه؟ اللي جاب البنت دي هنا وكانت عايزه منك ايه؟ ما اعرفش عملت لك ايه؟ ولا حاجه مال كنت بتضربيها ليه؟ خفت من شكلها انت
اديهوله لابسه ابيض وفك شعرها. هيقتلوها للوه. انا ريت كده في الملعب. مش معنى الغولة تختار بيتنا احنا بالذات. مجنونة طفلة. احنا كدناها ما في كفاية واكتر من كفاية. لسه العقاب الكبير جاي. دخلت هنا ازاي البنت دي؟ دخلت غصب عنك ولا برضاكي؟ البنت دي دخلت غصب عنك ولا برضاكي؟ ردي عليا. تمنيت لو اني اموت. باحت لي قبلها بكلام كثير. اعرف ما ينتظرها على يد اهلها. لو انها تنجو، لو انها تعود. لا، انا لم اكن هكذا ابدا. انا لست هكذا. واذا فما نكون؟ يوجد شيء هنا يغير الإنسان. فهذه الواحة المعزولة في جوف الصحراء السحيق، شيء يغيرنا. لماذا لا أكون في هذه الواحة وجدت حقيقتي؟ لا، هذه ليست حقيقتي. سامحني يا رب، سامحني يا رب. Thank you.
شيخ يحيى. جبناها من البيت المأمور. ايه ايه مليكة 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 يا ناس اهل البيت اهل البيت مليكة افتح افتح بابك افتح افتح مليكة 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 يوم شيلي يوم شيلي شيلي شياطين خلاص وانت غولة شد ايديك عنها كفاية يا فيها يوم والغرام اللي حل في الواقع بسببها ابحث عنها ابحث ست خديجة اخرجي يا مهاجر يلا اقفلي الشبابيك يلا حاضر حاضر والعمل يا يح عمل ايه يوم دلوقتي بنطمن عليها الاول وبعد ما تطمن عليها اخدها بنفسي لبيت معبد رحمة الله عليه مليكة مليكة بعد اللي جرى مش بعيد يقتلوها ده اللي هقتلها بايديا دول ما سمعناش يعني عن غولة بتقتل وما سمعناش قبل كده عن غولة خرجت قصاد الناس خليجة ومعاها شيليها جوه شيليها جوه بعيد عن الحلبة يا دي هتوديها بعيد عن الغولة اخرس يا صديق مليكة خشي خشي تشيلك ملعونة يا منحوزة قلت لك قبل كده يا بليكة الحاجة الوحيدة اللي مخلاني عايش على وش الدنيا تفوتنيش يا بليكة تفوتنيش محدش ليه حد غيرك بعد الأطوار سامع قولي قولي رجع بيت معبد فوت عليهم الفرصة عشان خاطر خالك عشان خاطر خالك خير تخافيش انا معاك خالك معاك انا ما اشد حيلك